السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا وآراء. الصراع بين الحق والباطل قدم الزمن، والأيام بينهما دول، فتارة ينتصر الحق وأخرى يتراجع، ولكن الحق دوما يعلو في خاتمة المطاف. ولأن الإسلام يمثل الحق منذ انبلاجه، ولأن كثيرا من بني آدم أزعجهم ويزعجهم انطلاقه وانتشاره، لأنه حطم طموحاتهم وشهواتهم العدوانية والتسلطية والاستعبادية، فإنهم مثلوا الباطل ودخلوا الإسلام في صراعات كثيرة مريرة ضاعت فيها ملايين الأرواح وقناطير مقنطرة من الأموال والممتلكات. والأدوات التي استعملها أعوان الباطل في محاربة الإسلام عديدة ومتشعبة، فهم لم يتركوا طريقا لمحاربته إلا سلكوه، ولا منهجا إلا اتبعوه. حاربوه بالسلاح والإغراء والفكر، واستخدموا أصحاب العقول الذكية منهم في إيجاد كل وسائل العدوان، ضاربين عرض الحائط بكل الأخلاقيات والموازين البشرية، حتى تلك التي يدعون أنهم أربابها. وقد مثلت مراكز الأبحاث في الدول الغربية الصليبية واحدا من أهم روافد دعم الصراع مع الإسلام، فعقدت لإيجاد سبل محاربته المؤتمرات وندوات، وقدمت التقارير والتوصيات، بعضها صار مصدر عمل المخابرات ومرتكزها. وفي الليلة وحلقة الأسابيع التالية إن شاء الله تعالى سنقوم بقراءة تفحصية لتقرير مؤسسة بحثية لها باع في تأجيج الصراع مع الإسلام، ألا وهي مؤسسة راند. هذا التقرير الذي عرف بتقرير راند. يسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن نستضيف ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي السباعي، الباحث والكاتب الأكاديمي. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك. كما ألفت عنايتكم أيها المشاهدين الأفاضل لأنه يمكنكم التفاعل مع موضوع الحلقة بالتواصل مع صفحات التواصل الاجتماعي للقناة التي تظهر عناوينها الآن على الشاشة. دكتور، أجدد الترحيب أخرى. الحقيقة أنا قدمت المقدمة شيئا تمهيد لموضوع الحلقة، لكن عندك ما تقول كتمهيد لما نريد الحديث عنه. إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا نكرر ونعيد أن أصل هذا البرنامج هو محاولة بسيطة لإيقاد شمعة في هذا الظلام الدامس الذي تحيط به الأمة عموما والليبيين على وجه الخصوص، ألا وهو الوعي والنظر إلى ما يحاك حولنا بنظرة فاحصة غير مغيبة فيها العقول ولا التفكير، ولا نترك خصومنا ولا من هم حولنا أنهم يدرسون لنا يعدون لنا الموائد، ونحن مجرد أن نستهلك ونأكل فقط. أما موضوع الحلقة في هذه الليلة ألا وهو قراءة في تقرير راند، وسيأتي التعريف بهذا التقرير بهذا التقرير وهذه المؤسسة، إلا أن أصل الحديث اليوم هو كيفية إدارة الصراع، كيف يدار الصراع بيننا وبين خصومنا ألا وهم يعني الغربيون في الجملة. سيتم التركيز على الغربيين الذين هم في اعتقادي كما سأبين في الحلقات القادمة أنهم هم بيدهم دفة الأمور في بلادنا، حتى الذي يجري اليوم هو عبارة عن تخطيط وترتيب مسبق من عشرات السنين إلى بلادنا، وضع الخطط والخطط البديلة ليس الخطط فقط. فنحن أمام مؤسسات ودول تشتغل الليل ويطيعها النهار، وتنفق عليها الملايين من العمولات ومن الموظفين ومن كذا، لكيفية التحكم في هذه الدول ليبيا وغيرها. لا أتكلم عن ليبيا، لكن الحديث سينصب على كيف نحاول أن ندرس هذا التقرير ونلاحظ ما يوصون في هذا التقرير من توصيات بألسنتهم. المشكلة إحنا حتى لا نقرأ، هم يكتبون ماذا سيفعلون حتى يسيطر علينا، ماذا سيفعلون، نستخدم هكذا وهكذا وهكذا، فإذا لم تنجح نستخدم هكذا وهكذا وهكذا. وهذا نراه رأي العين يحدث في بلادنا، ومع ذلك الليبيون لازم يتهمون الذين يدفعون هذه الخطط ويقاومونها بأنهم عملاء وأنهم أتباع كذا وأنهم إسلام سياسي وأنهم متطرفون. مش الغربيون يكتبون ما سينفذونه في بلادنا ونحن لا نقرأ، بل نحارب من يحاول أن يدفع هذه الأشياء. فحقيقة هذه القضية يجب أن تكون واعية للناس، للمشاهد، لأنك أنت، وهذه أكررها وهي خطيرة للغاية، اليوم دماء تسفك، اليوم الليبيون مصطفون اصطفافات كثيرة، هذا مع النظام السابق وهذا مع فبراير وهذا مع الكرامة وهذا ضد وهذا مع،
هذه الذي يدور قطعا هناك أيادي غربية عندها مشروع هنا في ليبيا. يجب أن تعرف أين أنت. أحيانا تسب الليل والنهار أن هؤلاء عملاء وأنهم أتباع الاستعمار وأنت الذي تنفذ المخططات هذه. أنت يجب أن تعرف. وأنا لا أريدك أن نقول لك راو أنا الوطني الوحيد والله الذي أدعو إلى الشريعة والله كذا. أنا أريد أن أعرض عليك أشياء وأن تفكر فيها جيدا. الهتافات هذه والشعارات وأن تجعل مصادر التلقي عندك 218 ولا قناة فلان ولا فلان الذي جالس في مكان فلاني ويوجهك ولا قناة الجماهيرية ولا كذا ويوجهك ويتكلم لك على العروبة وعن الوطن وعن كذا. أنت قد تكون أنت صاحب المشروع الاستعماري في ليبيا. هذا يجب أن تنتبه له. فأنا أدعوك أن تحرر عقلك وأن تفكر جيدا وأن تبحث. وأنا أمدك بهذه المعلومات وأن تفكر فيها. أنا لا أقول لك هذا الحق المبين وأطمس عقلك ولا تفكر. أنا أريدك هناك صراع، هناك دماء تسكب، هناك ديار تهدم. لا تقف في مكان حتى تعرف أنك واقف في المكان الصحيح. وهذا يسمى بفقه الصراع. الغربيون يتقنونه غاية الإتقان ويستخدمونك أنت أو أنا وهم في ديارهم. لأن الصراع أخذ أشكالا وألوانا، صراع سياسي وسياسي عسكري وسياسي ثقافي وسياسي، صراعات كثيرة. الآن ما يسمى دكتور لعل في هذا المقام ما يسمى بالجيل الرابع للحروب، وهو أنهم يسيطرون علينا بنا. هذا الذي يحصل الآن. لا نرى في بلادنا جنود غربيين، لا إيطاليين ولا أمريكان وكذا، مستشارين فقط وتوجيهات فقط واستخبارات، لكن نرى أياديهم من بني جدتنا ينفذون أجنداتهم. هو سيأتي الحديث ربما في ثنايا الحلقة هذه والحلقة التي تليها. هو أنا أريد منك هذا القلم، سواء أرسلت لك من يأطرك على يدك أطرا ويأخذه منك، أو سواء أنا أقنعتك بأن القلم هذا لست بحاجة إليه فرميه، فترميه أنت. فهي إذن مدام أني أخذت القلم فأنا بأقل تكلفة وخلاص. فأنا أريد منك مثلا خياراتك التي موجودة في النفط. أنا أرسلت إنسان وأغفل النفط بحجة ما فيش عدادات ولا فيش كذا، خلاص. أنا أريد منك مثلا تحارب لي صنف من المتدينين أو تحارب دار الإفتاء، فإذا حركت لك قبيلة ولا حركت لك كذا وبدأت تحارب فيه كما هو واقع اليوم، هذا الذي أريده منك. ليش يعني ننزل في جيوش ونقتل وندير وأنا بكل سهولة نقدر ننفذ هذا الشيء؟ فهي القصة اليوم هناك من ينتسب إلى السلف، وهناك من ينتسب إلى الجهاد، وهناك من ينتسب إلى تقوى الله والتصوف والأشياء. كثير من هؤلاء استخدموا في مشاريع غربية بكل وضوح نقوله. وهناك القبائل، وهناك ما يسمى بالقبائل الشريفة، هي تخدم مشاريع غربية في بلادنا اليوم، وهي تحسب أنها في قمة الوطنية وفي قمة كذا. فهي الحقيقة نريد أن نبحث عن الحقيقة، ما نبيش الشعارات. الشعارات كان ما يسمى ب جمال عبد الناصر طز في أمريكا وحنرمي إسرائيل في البحر هذا كلام واحد، هو عبارة عن شخص مستخدم ونفذ ما تريده القوى الغربية في مصر وانتهى الأمر. وكذلك هنا في بلادنا كانت الشعارات الليل والنهار، والحقيقة هي أنما غير ذلك. يعني فنحن نريد أن نعرف كيف يفكر الغرب من خلال مراكز البحوث، مش من خلال كلام. يعني ما بيش نراه بنلقي كلام إنشائي وهضوم يقولوا وهضوم كذا وهضوم كذا، من خلال الآيات والأحاديث ومن خلال كلامهم هم في دراسات وتقارير، مش من عندنا احنا. إيه هذا؟ ومش الان تو الان هذا اخواني جاي يتكلم، انا بنقول لك التقرير الفلاني في الصفحه الفلانيه يقول كذا وكذا وكذا، انظر انت هل تنفذ فيه هذا انت كذا وكذا ولا لا. هكذا للاسف. طيب دكتور، هو الصراع بين الحق والباطل كما استفت وانا في المقدمه قديم قدم الزمن. هو السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا هذا الصراع؟ يعني هو سؤال لعله فلسفي. لماذا هذا الصراع اصلا بين الحق والباطل؟ ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حكمة الله في خلق الإنسان أو هو هيك. الإنسان مركب فيه أشياء، الله أودع فيه أشياء، إذا تجاوز ما أمره الله به فالصراع قادم لا محالة. الإنسان جشع. لما نقول الإنسان في زمن ما قبل التاريخ والإنسان الذي الآن في نيويورك ويدعي أنه قد وصلنا إلى قمة التاريخ، هو الإنسان الذي قتل الناقة من أجل أن يهيمن، والله الذي قتل أقام حرب من أجل سباق فرس، والذي يقتل من أجل غدير ما، هو نفسه الذي يقتل اليوم من أجل النفط ويقتل من أجل الهيمنة ويقتل من أجل السيطرة ويقتل من هو الجشع. هي التركيبة الموجودة في الإنسان هي قائمة على الصراع. بس الصراع ولذلك الآن دعاة السلام والناس يقول يا أخي دعونا من الصراع، هذا منافي للفطرة. الصراع قائم لأنها سنة. هل تستطيع أن تمنع نزول المطر؟ هل تستطيع تمنع نزول المرض بنا؟ نحن لا نريد المرض لكن ينزل. هكذا الله أودع في هذا الكون الصراع. الصراع ما بقي في ما بقي الناس على وجه الأرض إلا والصراع قائم. الصراع قائم بين الخير والشر.
أنت لماذا تصارع وهو لماذا يصارعك؟ إما يصارعك لأجل عقيدة ودين، إما يصارعك من أجل أن يأخذ الكلأ. الكلأ هذا مع غدير ماء أو غدير بترول، نعم، أو ذهب أو حجر كريم أو مكان. الناس هكذا، الصراع مبني، والصراع حتى بين الإخوة والورثة يحدث الصراع ما لم يكن هناك ضوابط ربانية تضبط هذا الصراع وتصطف أنت. ولذلك الخطاب موجه للقصة هو كلها تكمن هنا، الصراع قائم وأنت ستكون وقود هذا الصراع. إما أن تكون في الحق ولك جزاء جنة عرضها السماوات والأرض، وإما تكون وقود للباطل، وقود للباطل، وفي النهاية نار وقودها الناس والحجارة، وأنت تختار. فالصراع إذن تركيبة داخلية في الإنسان، كما ربي ينزل المطر وينزل علينا الأمراض ونصاب باللأواء، كذلك الصراع هدم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات ولفسدت الأرض. التدافع هذا موجود، موجود في الفطرة، لابد من يكون تدافع. أنت الآن لو تحط قبيلتين جنب بعض لن تستمر سنة إلا ويحدث بيناتهم صراع، إلا أن يتفاهموا على الحق ويمشوا خير، وإلا الصراع قائم، إما على الحدود، وإما واحد قتل الثاني، وإما كذا وهكذا الأمور يعني. فالصراع موجود. طيب دكتور، استأذنك الخروج إلى فاصل إن شاء الله ثم نواصل. سنخرج إلى فاصل أيها الأفاضل ثم نواصل، فابقوا قريبا منا. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. مرحبا بكم أيها الأفاضل من جديد. دكتور، هل هنا الآن تحدثت عن الصراع وكونه يعني شيئا فطريا في بني البشر، لكن هل هناك ما يثبت من القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة، ما يثبت أن الصراع موجود؟ لا شك، ويعني ذكر الله، ولذلك الحقيقة المطلقة هي في القرآن والسنة. الحقيقة المطلقة إذا أردنا أن نثبت أن هناك صراع وأن هناك أي شيء، إذا ثبت في الكتاب والسنة فمهما زينه وأرادوا أن يخفوه دعاة السلم العالمي وتقات كذا فلا يعنينا شيء. الله جل في علاه يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال الله جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعندي نصوص واضحة والآيات في هذا كثيرة. بل إن الصراع منذ أن خلق الله آدم بين ابني آدم وهو الصراع موجود. قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. طيب الآن تقبل الله من أحدهما قربان والآخر قال: لأقتلنك، أو نحكي لك عليها القطيط، الحسد والحقد والغيرة والأشياء هذه، أو جعله فقتله. قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. الآيات. فنقصد الصراع موجود فطري في الإنسان. أنت حتى الآن أحيانا بين الأخ والأخيه يعني أحدهما ممكن تقدم له هدية والثاني لا، ممكن يقتل على خطر، ممكن يضرب على خطر، ممكن يدير لأي شيء. ليش؟ لأن هذا فطري موجود، الحقد والحسد والتنافس ولا هذه القضايا موجود. فلذلك الله جل في علاه هذا الصراع، هذا الخلاف، هذا الصراع صراع ديني. هم يقاتلون لأننا مسلمون، لأننا هم أهل باطل. الآن صراع ديني، وهذا من أقوى أنواع الصراع على وجه الأرض، هو الصراع لما يكون خلاف ديني. ولذلك سيأتي ذكرها ربما لاحقا. انظر لما يكون الصراع ديني،
يعني تمارس فيه أبشع وأشنع ما وصل إليه البشر من 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 انظر الأندلس، يعني فضائع لا تكاد تصدق. انظر الآن بورما، لأن الخلاف ديني، ليس خلاف على أرض أو خلاف على نفط ولا خلاف في الحدود ولا خلاف كذا، هذه قضايا ممكن لكن لما يكون خلاف ديني فهذا سيمارس فيه أبشع أنواع الحقد الذي تتصل إليه البشر، لما يعتقد الطرف أن هذا كافر وأن هذا يمس دينه وأن هذا يعني يطعن في دين آبائه وأجداده وإن يراها على باطل كذا، فهذا سيكون في منتهى يعني الوحشية. ولذلك أوصانا الله في القتال مع هؤلاء، في القتال ليس في الدعوة، لما تكون دعوة الرحمة واللين والهدية ونحو ذلك، لكن لما في القتال وليجدوا فيكم غلظة، يعني ولذلك قاتلوهم يعذبهم الله بيديكم. ولذلك هنا يحدث لبس كثير. أنا إحدى المرات رأيت صحفية ولا أستاذة جامعية تونسية تقول إذا درستم القرآن في المدارس الحكومية معناها أنتم ستفرقون داعش، وتستدل بهذه الآيات قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وليجدوا فيكم غلظة وهذه الأشياء. هذه لغبائها ولبعدها عن دين الله لا تفقه. هناك صنف من البشر هم وحوش. لذلك انظر الروس ماذا يفعل. هؤلاء لما أوصانا الله وهو أرحم الراحمين قال حينما نتقابل في ميدان القتال فليجدوا فيكم غلظة، هنا تأتي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهنا الآيات في الذي يقتل، هناك في الذي يقف في الصف المقابل، فهذا قاتلوهم بمنتهى القوة بمنتهى الصرامة بمنتهى كذا. أما الدعوة وأما الرحمة وأما كذا حتى مع الكافر الذي يعني لا يؤمن بالله واليوم الآخر فتدعوه، بل تهدي له وكنت تدعوه إلى بيتك وتقدم له الطعام والحلوى ونحو ذلك. هذه حقيقة الصراع في الكتاب والسنة موجودة. هل هناك ما يؤيد يعني ما كنت تقوله في التاريخ الإسلامي؟ هو في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ البشري. أنا أتكلم الآن عن الصراع الديني اللي هو الخلاف بين الحق والباطل. أما الصراع العام فالبشرية كلها تخوض في الدماء منذ أن خلق الله آدم، وهي تخوض في الدماء، الحرب العالمية والحرب الصين مع غيرها والحروب القديمة والحروب كل حتى الإنسان القديم كان أصل فيه الصراع، ما دام وجد الكلى والناس تطلب الكلى وتطلب المرأة الحسناء وتطلب المركوب الحسن فهم يتصارعون من أجل هذه القضايا. الحرب العالمية، أنا أتكلم عن الصراع عموما، الحرب العالمية ليس فيها إسلام. الحرب العالمية الأولى والثانية التي أقيمت في أوروبا القتال هناك بين الأوروبيين، بين فرنسا وبريطانيا، وإن كان الصليين بنارها أيضا هنا في يصطلون بنارها باعتبار الخلافة العثمانية يعني، لكن نحن تبع لهم، المملكة هنا تتبع إيطاليا فيقاتلوها الإنجليز ونحو ذلك. فنقصد الصراع البشري أبيدت فيه ملايين من البشر، الهنود الحمر ملايين من البشر. ليش الهنود الحمر؟ الكلى، جاءوا الناس وجدوا عندهم خيرات فهجموا عليهم قتلوه، إبادات بشعة. اليابان، الأمريكان لما ضربوا اليابان هذا صراع بشري، واليابان لما دخلوا ماليزيا قتلوا الماليزيين مئات الألف. فنقصد الشاهد أن لو تتأمل في الحياة البشرية الأصل فيها الصراع مش السلام، وهم السلام هذا مجرد تنوين للمسلمين فقط، وإلا الناس لو وجد السلام لماذا صناعة القنابل التي تدمر الحجر والبشر، الدرية والهيدروجينية والكيماوية والجرثومية وأسلحة الأفتاك التي يوزعونها عبر العالم؟ إذا مش أنتم دعاة سلام ويوم السلام العالمي ونحو ذلك، لماذا هذه؟ لأنهم هنا يتكلمون عن شيء خلاف الفطرة، خلاف الفطرة. الصراع ما وجد البشر فالصراع قائم ولا يزالون، ولذلك خلقهم قال ولذلك خلقهم. القصة في المشاهد الكريم أن يعرف أين يصطف. أما الصراع بين الإسلام بين الحق والباطل فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو صراع إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، ما دام هناك موحد يشهد أن لا إله إلا الله فالصراع قائم. لكن لعلنا الصراع قام مع قريش، مع المنافقين، مع مشركي العرب، مع اليهود، كل هذا صراع مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار صراع مع الفرس، مع الروم، مع يعني الصينيون وغير ذلك، الوثنيون الذين هناك. لكن لعلي أريد أن أنحو إلى الاتجاه الذي نحن بصدده اليوم، ألا وهو الصراع بين الإسلام والصليبيين، أو الإسلام كما يقول اليوم والغرب. الصراع بين الإسلام والغرب بدأ قديما منذ الصراع مع الروم إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية، ولا زال الصراع يأخذ أشكالا وأنماطا أخرى الآن، لم ينتهي الصراع قطرة. الذي يظن أن الصراع انتهى مع هؤلاء الغربيين فهو واهم بالكامل، هم يزالون يتصارعون معنا الآن في تركيا، في مصر استولوا عليها، في تونس، في أي بلد يريد أن يتملن من هذه الهيمنة الغربية علينا فيضعونها، ولعل آخرها محاولة الانقلاب هذه التي يعني اشتموا رائحة الإسلام، ليس حتى رائحة الإسلام، ربما خروج عن المنظومة التي رسموها لنا عبر عشرات السنين، ألا وهي منظومة النظام العالمي الجديد هذا التي هيمن عليه
المنتصرون في الحرب العالمية الثانية الذين يملكون حق النقد وحق الفيتو هم المنتصرون، الصين الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، هؤلاء هم الذين انتصروا لما يسمى بالحلفاء في الحرب العالمية، فجعلوا لنا النظام العالمي يجتمع الكرة الأرضية كلها فهم تحت هؤلاء. إذا وقف أحدهم وقال أنا لا أريد هذه فانتهى، أعطوا لأنفسهم الحق فهم الفائزون، بدل ما نرسل طائراتي ودباباتي وأشياء، لا نحن نريد تلك الوحدة، فتجتمع الأمم المتحدة في مكان، فإذا قرر أحد هؤلاء الخمسة أن هذا ما يريد الموضوع ومورس هذا الحق عشرات المرات بل ربما مئات المرات، روسيا تقريبا أكثر من 200 مرة، أمريكا أكثر من 100 وكذا في لحق ما يسمى بإسرائيل، يجتمع ويقرر الشعوب تقرر أشياء وتقول مندوب الأمريكي يرفع أصبعه يقول أرفض هذا، انتهى الأمر، هذا أعطي بالسرعة، هذا الحق جاءهم بالسرعة ولا ينتزع منهم إلا بالسرعة. فلذلك الذي يحدث الآن في تركيا والذي حدث من قبل لمرسي هو مجرد محاولة خروج من هذا النظام العالم الذي يحكمه الحلفاء، محاولة رأوا بس مجرد محاولة فأسقطوه أو دعوه السجن، وأردوغان محاولات اغتيال ولا زال يستمر الصراع إما أن يخرج من هذا النظام العالمي الجديد ونسأل الله التوفيق ولسائر بلاد أهل الإسلام، وإما أن يسقطوه لابد، لأن هذا الصراع هذه فطرة ذكرها الله في القرآن وموجودة ولن تنتهي، التدافع هذا موجود إطلاقا لن ينتهي إلا بهذا، هذا تاريخيا ومجملا، ولا أريد أن أستطيل في شيء هو واضح وظاهر وظاهر ظاهر، اذهب وابسط عينيك في كل مكان في الكتب أو في الواقع، في الكتب أو في الواقع الصراع مستمر، أن الكرة البشرية كلها تموج بالصراعات، أنت أين من هذا الصراع وأين يجب أن تصطف، أنت قد تم استلابك فكريا وأودعوك هناك. اليوم تفرح الناس بمحاولة سقوط أردوغان، هو لو يدركون هذه القضية لبكوا دما، لبكوا دما هؤلاء، أنت عبدا دليلا في منظومة هي تريد أن تسحقك وتريد أن تسلب حقوقك وأنت تصفق لها، هذا شيء مؤسف، هذا شيء مؤلم، هذا الذي يحدث في تركيا هو الضرب في صميم الإسلام، مش لأن أردوغان، لأن الأمة تحاول أن تنهض رأسها بس، تحاول فيقصفونها بكل ما أوتوا من قوة، محاولات انقلاب ودول عظمى. والله اليوم أنا أشاهد القناة العربية، رئيس الخارجية النمساوية تقول لن نسمح بعودة الإعدامات في تركيا، سبحان الله لن تسمح بعودة الإعدامات في تركيا، باي بورما إعدامات بالمئات الآلاف في الهند في إلا هنا، فالمكر الليل والنهار والمؤسف أبناء الإسلام، أردوغان أخواني والله يا ريت واحد، بل أبناء السلف من ينسب نفسه إلى السلف تمنى سقوط أردوغان، القصة مش في أردوغان والقصة مش في محمد مرسي والقصة مش في الشيخ صادق، المسلم هذه الرموز تنسب نفسها أو تحاول أن تقيم شيئا للإسلام ولو 1%، فهم لا يريدون 1%، هؤلاء ليسوا محمد الفاتح ولا صلاح الدين ولا خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص، هذيك راو كندا رمونا بكل ما أوتوا من قوة ودفنونا ونحن أحياء، هم يحاولون ممن يحاول أن يتنصل من هذه المنظومة التي رسمها الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وسيطروا بها على العالم عبر النقد الدولي وعبر البنك الدولي وعبر المؤسسات الحقوقية وعبر المؤسسات القانونية وعبر محكمة الجنايات، فنحن مكبلين لهؤلاء الخمسة البشرية كلها وخاصة أهل الإسلام مكبلين لرغباتهم ونزواتهم، حق مجلس الأمن أين يضرب إلا في بلاد الإسلام، لماذا لا يضرب الروس، روسيا تقصف الأبرياء تمسح حلب بالكامل وتمسح حما وتمسح كذا، لا يستخدم في حقها شيء لا حق دفاع عن المسلمين، فالقضية هذه تحتاج إلى وعي، الحديث هنا أكبر من فبراير وأكبر من سبتمبر وأكبر من القصة دي كلها، الحديث كله اليوم على أنك أنت مسلم فأنت يجب أن تداس وتمسح من الوجود، وأنت تم استلاب عقلك واستلاب فكرك وصرت تبعا لهذه المنظومة تطلق لها العنان في الطاعة والسمع وأينما وجهت سلاحها فأنت وراءها تبارك وتصفق. للأسف الشديد نعم. الآن أنت ذكرت شيئا عن واقع الصراع في عالمنا الحالي، لكن أريد شيئا من هذا أو طبيعته، يعني حقيقة الصراع الآن في ليبيا وفي الدول على الأقل دول ثورات نعم. الربيع العربي. نعم، هو نحن لا نريد أن يعني حتى لا نخرج، لكن الصراع الذي يدور اليوم هي حقيقته منذ سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية التي كانت، نحن الآن ليس ولاءنا لتركيا ولا ولاءنا للأمويين ولا ولاءنا، نحن ولاءنا لأناس أقاموا الشرع وأقاموا راية الإسلام فالتفت الأمة الإسلامية حولها، هذه القصة مش ولاءنا للأتراك، ولذلك أجدادنا كان لهم الولاء المطلق للدولة العثمانية، لما جاء الاستعمار الإيطالي مراسلات أهل الخمس وأهل مصراتة وأهل طرابلس وأهل الزاوية وأهل المدن وأهل الأرياف يخاطبون الخليفة
باعتباره ولي أمر المسلمين الحقيقي بغض النظر عن أخطائه. فقالوا له هذا عدو يجب أن نقاتله لعلنا نستعرض بعض حتى رسائلا في قابل الأيام. فلما أسقطوا الخلافة صار الأمر انتهى، قاوم أهل الإسلام في ليبيا بدون انتساب لأي جهة أخرى، فصار الليبيين اجتمعوا أسسوا الجمهورية الطرابلسية وصار الصراع وقاوموا حتى النهاية وبرز الأبطال من كل مكان. لكن المكر الدولي يعني بعد الحرب العالمية الثانية أنشأوا لنا دستورا محليا وأنشأوا لنا سلطة محلية هيمنوا علينا، وجيء بالقذافي ليستمر الهيمنة. فبراير هذه أحدث الثقب في هذه الهيمنة، ضربت هذا الواحد. فالآن نحن الآن بين، سامحني في الكلمة هذه بالليبي، نحن احنا خرجنا من مش نقولها فكني ما خرجنا من السجن الذي جعلوه لنا، الآن نصنا داخل السجن ونصنا خارج السجن، هذا الصراع هو حقيقة يعني. فهم يبي يردونا بأي طريقة تحت حفتر. حفتر هو عبارة عن قبضة يده هنا والكتف ممسوك من جهة أخرى، هم يبوا أي قبضة تقبض هذا الشعب. وبعدين الأمر يعني واضح، الأمر القذافي كان يمسك القبضة، فلما تحرك الناس وانفلت عنه احتار الناس الفرنسيين وهؤلاء احتاروا، فأرادوا بديل. كانت هناك محاولات كثيرة، ما الكتائب التي كانت تطوق طرابلس، القعقاع والصواعق، كلها هذه محاولات لإرجاع الشعب إلى تحت القبضة الأمنية التي رأسها هنا أساسها هنا ورأسها هناك يسير بالريموت كنترول. هذا هيك الاستعمار، هيك هذه الحقيقة يعني. الآن الانفلات الذي وقع هذا من التوار ما زال محتارين فيه، ولا زال المكر الليل والنهار حتى بيردونا إلى الواحد بيسكروا علينا من جديد. الله لا يفتحون بيننا. يعني يجب أن نعي هذه القبائل وهذه التي تتغنى بالوطني، يجب أن تعي حقيقة الصراع، لأنك أنت تصفق في المكان الخاطي وتنسب نفسك إلى الوطنية وتنسف لك تنسف نفسك لأقوام ضحوا بأموالهم ودمائهم من أجل دفع المستعمر الغربي، وأنت مصطف هناك وأنت لا تشعر، أنت تظن نفسك أنك مصطف صحيح ولكنك لا، تصطف في المكان الخاطي، تصطف في المكان الخاطي الذي تريد أن ترسخ به العبودية لهذه الأمة إلى الغربية. فالصراع هنا لا أريد أن أدخل فيه تفصيلا، لكن لعل يأتي في ثنايا الحلقات القادمة. طيب. أين المشروع الغربي تحديدا في ليبيا؟ ماذا يريد الغرب من ليبيا تحديدا؟ طيب دكتور حتى نعرف من الذي ينفذ الأجندات من غيره. إن شاء الله سنخرج إلى فاصل إن شاء الله ثم نواصل. سنخرج إلى فاصل أيها الأفاضل ثم نواصل، فابقوا معنا. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل نصح. نزف إلى مشاهدينا ومستمعينا الكرام انطلاق إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليطن والخمس ومسلهة عبر الأثير 89.3 FM. كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة على الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل نصح. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تيفي. مرحبا بكم مجددا أيها الأفاضل. دكتور، قد يسأل سائل: ما فائدة ذكر الصراع للمشاهد الليبي الكريم والعالم الغربي الآن يتحدث عن التعايش والسلام وحكومة وفاق ومش عارف إيش، ويتحدثون عن التعايش والسلام في ليبيا وفي غير ليبيا، ما فائدة ما تذكر الآن
يعني يكفينا حرب ويكفينا صراع ودماء، وانت دائما تريد ان تدخل الصراع والقتل والدماء في 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 في, في حديثك. نعم. انا لا اريد من المشاهد ان يعني يعيش في وهم. انا اريد المشاهد ان اقول له هذا كوب، هذا الذي يقول له ما فائدة الصراع، يقول له هذا ليس كوب، ما يوجد امامك كوب. انا ارى الصراع امامي والدماء تسيل ولا زالت ستسيل، وهذا اللي غادي يقول لك جاياتك حقوق. لما كنا ننكر ما يقوم به ما يقام به في الصحيرات وغيرها، لأننا نعرف أن هذا ليس حقيقة، هو وفاق هو مزيد. ولذلك لما دخلت الحكومة زادت الدماء في سرت وفي بنغازي وفي زادت وزادت مع أين الآن؟ لما كنا نتكلم على أنها لن يحدث شيء من التوافق، ما كنا نكره السلام، نحن نريد المصالح الحقيقية. لكن أين أنت الآن موجه للمواطن؟ من جاءك حكومة التوافق وجاءتك وقالوا هذه مؤيدة من العالم كله ويبوها الناس كلهم، هل تغير فيك شيء؟ هل الضي؟ هل انقطع؟ هل المرتبات؟ هل الخدمات؟ دحي مزاب 7 دينار. هل الخطف؟ هل الخطف وتوقف؟ هل الطرقات فتحت؟ هل ما الذي تغير؟ فأنا لما نقول لك راه هذا لن يزيدك إلا خبالة، أنا لا أريد معنى ذلك أنا نريدك الدم. أنا لما نقول لك راه الصراع أنا بدور الصراع نشوف فيها مزارت، حتى حكومة توقف لن تفعل شيء. الناس لا زالت تكدس الدخائر، تكدس السلاح، ولا زال الأيادي الغربية تفرق المفرق، تقسمك. كانوا الليبيين على الأقل مقسومين على لصوص، هذا يبي فبراير وهذا يبي سبتمبر، الآن تقسيمات كثيرة في المدينة الواحدة. هذا كل التقسيمات مآله إلى القتال إلا أن يشاء الله، وما زال الناس يسيرون في نفس الطريق. ما الذي حدث؟ أنت الآن لو تنظر الآن من منذ قيام فجر ليبيا أو منذ فبراير، خلينا نقوله منذ فجر ليبيا، فجر ليبيا كان هناك ناس تبي الكرامة وهناك ناس تبي فجر ليبيا، هذا هو. الآن تقسيمات كثيرة جدا في المدينة الواحدة، خذ مثال مصرات، الكتائب مقسمة، المجلس البلدي في جهة، المجلس العسكري في جهة، الكتيبة الفلانية تبي والكتيبة، هذا كله قابل للاشتعال في أي لحظة، في أي توافق يتكلمون عنه. فأنا لما أتكلم عن النفس العالمي اليوم في الإعلام وكذا، يتكلمون عن السلام وعن حقوق الإنسان وعن كذا، والواقع يكذبه الليل والنهار. فإذا أردت أنت أن تعيش واعي وليس مغيب بالإعلام وما يقوله الغربيون، يجب أن تعرف الحقيقة وتتعامل معها. أنا قد لا أستطيع أن أغير الحقيقة، لكن أنا ما يخدعني أحد بالكلام. أنا أرى الدماء تسيل، أين السلام في 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 في, في الشام؟ أين الشام؟ أين السلام في فلسطين التي تأن من عشرات السنين؟ أين السلام هنا؟ سمعنا وشبعنا من السلام، فأنا لا أريد هذا يقع في ليبيا أيضا، أريد أن أعرف الحقيقة. إذا السلام لا هذه كلمة مهمة للغاية، إذا السلام لا يتأتى إلا بالقتل فيجب أن نقتل، لأن هناك بعض المفسدين هم الذين يمنعوننا من السلام. هذه نقطة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس قتل وقطع أيدي وقطع رقاب، استقرت له البلاد. فأنت لا توهم نفسك بالسلام، أي سلام تحدد؟ هناك ناس تريد أن تأخذ الخيرات، هناك ناس تقطع قوت الليبيين من سنوات، هذا لا يتمتع معه السلام. اليوم سيعطونهم 85 مليون دينار، المجلس الرئاسي في اللي سيعطي لإبراهيم جدران 85 مليون دينار. إيه، ولا زال يبتز هؤلاء. هذا عموما إحدى أدوات هذا قفل النفط، إحدى الأدوات التي يستخدمها القوى الخفية لتركيع الناس لتسير في القطيع الذي كانت تسير فيه. هذا كلام، هذا الذي يريد أن يقرأ المشهد حقيقة، كيف نرجعهم إلى ما جوح أوقف عليهم. هذا ما يملك شيئا، هذا الذي يوقف النفط لا يملك شيئا، أنا أكاد أقسم عليها لا يملك شيئا، هو يمشي بتوجيهات ويمشي بترتيبات. نحن لا تفتح النفط حتى يحدث كذا وكذا وكذا، أين سيكون الجيش؟ القوى الأمنية أين؟ كيف سنضبط الشعب؟ كيف منش كذا؟ لما تترتب هذا يفتحوا لهم الناس هكذا. أما جيش وطني يحمي سيادة الليبيين ويحمي كرامتهم ويحمي كذا، ومستقل عن النظام اللي كنت أتحدث عنه العالمي هذا تحت الهيمنة الخماسية، هذه تبي صراع مرير حتى نفلت. ولذلك الحديث عن السيادة الآن وعن التبعية وعن العمانة وعن الاستعمار حديث مفعم بالجهالات حقيقة، يعني ويعني فيه تلبيس وتدليس كبير. وكم من أناس الآن كانوا رموز في النظام صاروا تحدثون، كنت شيء يمارس بيك أيضا، يعني أين خيرات ليبيا؟ اسأل نفسك، أين مليار؟ أين نفط ليبيا؟ وينه؟ وليش الليبيين قاعدين عايشينك؟ اسأل نفسك، مش أنت تحت سيادة وطنية والله أكبر والقائد ومش عارف شنو. أين قوت الليبيين كان؟ هذا موقف، هذا ما هناش بك، ما نشوفوش فيه بك، ولا رأيناه ولا في الأرض في بنية تحتية، ولا رأيناه في مرتبات الناس. الذين كانوا يضيقون على الليبيين في حياتهم هم الذين كانت تغدق عليهم الأموال،
الذي كان يمارس ما تريده تلك القوى. هيك كلام، خذ الكلام الرسمي، باش لما تموت أنت يا أيها الفارس يا أيها شيخ القبيلة وكذا تعرف ماذا ورثت لأبنائك. أنت حلقة في ترس كبير تلف، تعرف نفسك ماذا تفعل. الشعارات البراقة، احنا أبناء قبائل واحنا الشريف واحنا كذا، شوف روحك أنت شو كنت تدير في أي منظومة تشتغل. طيب دكتور، ما هي أهم طرق وأساليب الصراع التي انتهج أهل الباطل في صراعهم مع الإسلام؟ الحقيقة احنا الله جل في علاه يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذه الآية يكاد لا يعمل بها إلا نوادر في الأمة. الناس يحسبوا الصراع هو أنك أنت كلاشن من هنا وغادي كلاشن، بس يحسبوه هيك، وهو ليس الأمر كذلك. قد يتقن الأمة تتقن هذا الفن، الليبيين بارعين في حمل السلاح، لكن ممكن يحمل السلاح مجرد الخصم يقول له هيك يحول لي، يبدأ السلاح يضرب فيه في صاحبه. احنا نحتاج أن يفهم الحقيقة، أنت لماذا تحمل سلاح؟ الصراع له أشكال وأنماط. أنت لما كنت يا أخي الثائر، لأنك أنت غافل عن حقيقة الصراع، لما كنت تبي تحرر سرت وتحرر بن وليد بعد التحرير، غيرك كان يجمع في الأصوات ويمشي للمدن وجمع أصوات وأسس حزب ودار كذا واخذيه كل شيء. خذيه منك كل شيء، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، خذيه منك الأركان، خذيه منك الجيش، خذيه منك كذا، وأنت الأرض ليك لكن بيسحبها منك. ها الصراع كيف تديره؟ أنت ما تفهمش لما يقولوا لك الكلام هيك تقول أنت ورش ده تحنيل القوة في الأرض. كان بعض التوار يقول والله أكبر كبير نحطوه في الكوفن، أنت وين تحطه في الكوفن أنت؟ وين تحطه؟ لأنك أنت مش مدرك، لأنك أنت في دستور، في حرب إعلامية، في حرب سياسية، في حرب ثقافية، هذه أساليب كثيرة يجب أن تفهمها، يجب أن تعرفها، مش قضية أنك أنت اليوم حررت سرت، بايو بعدين تلقى روحك أنت خارج الشرعية وميليشيات وتقص مكلاباتشي بعدين. لازم تفهم روحك راسك الآن شو تدير، ماذا الذي يجب، ماذا يحاك لك، لازم تفهمه. بايو أنت ما تفهمهاش برا أنت اجلس تو الآن، والله أني أعلم نطلع على الموضوع شوي. تو هنا من أول ما صارت انتصارات على داعش بدوا يتكلموا على التناصح وسيبوا العالم الغربي هذا كل المكر، قناة التناصح وبدون متسلقين وهمز في دار الإفتاء ودار كذا. يا أخي احنا بنوخر وبنختف وبمعاش بنتكلم بك. أنت لو عندك عقل الآن مش حررت سرعت اجلس غادي، مش عندك القوة وعندك الوحد اجلس غادي، فكر أسبوع، نادي قادة الكتائب كلهم أسبوع واطلب شنو اللي تبيه قبل لا تتفرق من غادي. قول أنا نبي حرس رئاسي، قول أنا نبي حرس وطني، وقول نبي نعين أنا كذا، ونبي هالنقاط هذه تحطها في الاتفاق السياسي، ولا احنا راه مش راضيين بالاتفاق. مش انت اللي على الارض، مش انت اللي ما تبيش متسلقين، بيختار اليوم انت بروحك، ما فيش حد ياثر في قرارك ولا في واحد. اجلس انت اللي تاير اللي تقاتل تو غادي، اللي انقطعت ايدك وقطعت رجلك ومتحرر سرت ولا، اجلس غادي والكتايب اللي معاك وقرروا، قولوا احنا نبوا فلان يمثلنا وفلان يشارك في كذا، انت تختار. ما تخلي، ليش تخلي، ليش تخليني انا نتسلق على جهودك انا والله غيري؟ ما تخلي حد، لا احزاب لا افراد لا الافتاء لا اي شيء، انت قررها غلط. قول احنا اتفقنا، جلسنا كتبنا الوثيقه، هي ما تدخلوهاش معاكم في الاتفاق السياسي، مش حيصير اتفاق. احنا اكبر جزء مؤثر في ليبيا، كيف تهملونا؟ اهو مطالبنا وهو قائد الاركان وهو كذا، غيرها مش حيصير منا. انت اكبر قوه ولا انت راقد غادي وتقاتل، بعد ما تقاتل يجيك فلان ويجيك الحزب الفلاني ويجيك المجلس البلدي الفلاني ويبدأ يلعبوا بيك، وبعدين تقول انتم متسلقين. باي ليش انت اللي خليتني نتسلق؟ انت اللي خليتني، ما تخلي حد يتسلق عليك. انت فسرت ولا اقعد غادي، القوة عندك ولا والاشياء كلها عندك ولا، اكتب ما تريد. ما تعرفش تكتب، باي برا تفرج على المشهد كله الان في الناس اللي من 17 فبراير تو اقول اني والله فلان هذا كويس، فلان هذا كويس، فلان هذا كويس، ندوهم من خليج الصرعان هنا ويساعدونا، شو نديروا تو؟ دير هيك يا اخي، انت ضيعت الفرصه في 17 فبراير، انت اللي ورطنا يا تاير اللي تقاتل، نكبر فيك البندقيه ونكبر فيك ثورتك ونكبر فيك نفسيتك العزيزه هذه وكذا، لكن لا انت ضيعت، ترى انت بنيتنا وضيعتنا حقيقه، يعني انت اللي ضيعت. 17 فبراير جبتها كلها ليبيا واعطيتها لخصومك اللي بيحطوك في السجن، صار ولا ما صارش ولا نذكرها، هذه ذكرنا فجر ليبيا، درت كل شيء، بعدين اعطيتها مش عارف وين، ضيعتنا. او تو بدير لنا نفس القصه، باش ما تخليش المتسلقين ينقزوا على ظهرك وياخذوا حقوقك وياخذوا كذا، وما تلقاش حتى من يعالجك بعدين ولا كذا. اليوم قبل ان تجف الدماء يسمع العالم الغربي والواحد، احنا اهل قضيه واهل حق، مش قلتوا داعش هذه باطل ولا، واحنا قاتلنا وانهينا ولا، احنا من حقنا في ليبيا، احنا خلصنا ليبيا من اكبر عدو باعترافكم انتم، احنا اللي بنملوا الان شن نبوا تو؟ اتفاق سياسي هذاك شيء، اما تدخلوا لنا فيها الوثيقه هي اللي نبوها. انتم مش ثوار ولا تبوا حقوقكم ولا، اكتب ما تريد، اكتب حقوق الجرحى وحقوق الشهداء وحقوق المواطنة وحقوق أي شيء، يكتبه أنت اللي تبيه يكتبه، وقول له يا روحني
نملكوا الأرض ومن حقنا نتكلموا، بنموتوا عليها وبنعيشوا عليها. بتدخلش، ما تخليش عليه سبع يتسلق على جهودك. وبعدين نبوا الشخصية الفلانية هذه بتشكلونا حرس وطني مستقل بالكامل على اتفاقياتكم وجيشكم باش نحمي ثورتنا. كيف نحمي فرايد؟ ديرونا حرس وطني، ديرونا جيش احتياطي، ديرونا جيش المحاربين، ديرونا أي جسم، ونبوا رئيس فلان وميثاقه هو، احنا للوطن قاعدين نبذل الدم لكن في نفس الوقت نبوا نحفظ حقوق. انتوا بروا ديروا تداول سلمي، ديروا كذا. يوم تطلعوا على النصوص هي هذه هيك الدول هيك التورات، يوم تطلعوا على الوثيقة هي رانا احنا بنتدخلوا، غيرها ما نتدخلوش، عندنا خطوط عريضة ما تطلعوش عليها. بس غيرها بتحطوا رئيس وزراء فلاني، ما دام هو ماشي وفق الوثيقة هذه ما يطلعش منها والخطوط العريضة احنا ما. لكن انت تم الحرب من هنا تمشي تروح من هنا، ولا تمشي تسافر، ولا تمشي تدهور وتخليها سايبة. باقي المال السايب هذا بيخلي المتسلق والخبيث واللي بينقز واللي بيحطك انت في السجن. يلي اليوم تقاتل في سرق تو بيجيك واحد هنا يشد المخابرات ولا يشد الامن ولا بيشد كذا وبيحطك انت في السجن زي ما صار لك قبل، وانت ليك الامر، ما تلومش مع الصيح بكل، انت اللي ودرت روحك بروحك. سامحني فاهم طلعة هذه لكن طيب والله كلام مؤلم يا اخي، كلام مؤلم. انت تقول يا ابو المتسلقين ما تخلينيش نتسلق هنا، لا ني ولا حزب ولا اي شيء ولا حكومه ولا كوبلر. انت صاحب قضيه وحق تتكلم وانت صوتك عالي. انا قتلت وطلعت وقتلت انهيت التنظيم داعش هذا من ليبيا، وانتم يا عالم الغربي كله عندكم اكبر قضيه داعش، انا انهيتها لكم. من حقي الان نعيش عزيز ونبي ما نبي، انا ما نظلم حد، لكن هذه حقوق مشروعه، انا حقوقي الان نبيها عشان هي نبي نعيش كريم. عندي ناس ماتوا، عندي ناس جرحوا، عندي ناس ترملت، نساء انت كان ما حافظتش عليهم، انت خنت دماش هذا مش انا. انا جيت لقيتك مسافر تشرب في مكياطه في طرابلس ولا في كذا، لقيتك ما لقيتش قدامي تعاند فيه، فخليني ناخذ شي المشكله انا نتسلق. ما عادش نبدا نسمعها يا انتم متسلقين، المفروض ما عادش تقولها، انت اللي خليتني نتسلق. كان قصه واضحه يا اسف. طيب شنو يا دكتور اساليب الصراع يعني؟ والله يا سليم يطلعوك عن طورك مرات، انا نقرا فيها والله نتعب منها نفسيا. بداوا المتسلقين وكنت انت اللي 17 فبراير جبتها انت والشهداء وجبت على طبق من ذهب سلمتها لفلان. والله يا نيبل نذكر قصة دي مكرر فيها، أحد الناس الطيبين جايب 7 مليون للدكتور محمود جبريل، أعطاهم له، لقاها مسكين شرف عمارة ولا كذا، أعطاهم له، طبطب على يده قال له ما دام أنت موجود ليبيا بخير، قال له ما دام الشباب اللي موجودين زيك أنت بخير. طبعا ظاهرها كلمة كويسة هي، لكن باطنها ما دام الدروشة هذه موجودة ماشية الأمور، معناها إحنا اللي في راسنا بنديروه. بقى أنت تو الآن 17 فبراير سلمتها لناس ضيعوك وحاربوك وحاطوا بيحطوك في السجن، ردوا لك كلام من الداخل، ردوا لك الازلام في المؤتمر الوطني، وردوا لك الناس أسوأ ناس اللي كانوا سيئين جو في المؤتمر الوطني يحكموا بالديمقراطيه والانتخابات، انت خليتني مش انا. باي كويس نط انطفط من جديد ودرت لي فجر ليبي، نفس القضيه رجعتهم لي من جديد، تو في سرت مفروض الان تطلع برؤيه وتطلع بشن تبي بالضبط، انت اجلس وانت وجماعتك غادي، ما يجيب حد، ما تخليش متسلق يخش، دير بوابه صادق الغرياني علي السباعي محمود جبريل شلقم ما تخليش يخش بك، انت قررها. باي انت لما تفتح الباب وتروح وتخليها من حقي اني بخش بنتسلق، شنو المشكله؟ باك نشد وزير ولا نشد رئيس جيش ولا ندير حاجه، ما دام انت فتحت الموضوع انت سكر وانت افتح. فالاساليب المشكله مش انك انت تضرب الرصاص والسلام، لازم تفهم الخطط اللي انت الخطط هذه توجهها بحاجه مقابله. تو الان هناك حبك سياسي، اجلس انت غادي دير لجنه، اجلس اسبوع اسبوعين شهر فكر كويس، اجمع القاده وفكر كويس، احنا رانا جربنا انه والله هذا فلان سين من الناس شخصيه انت اختارها من مصراته من طرابلس من بنوليد من هذا رجل مشهود تاريخه يشهد لنا ورجل كويس، جيبوه انت يا فلان بنعطوك الملف الفلاني انت تمدن راه، وانت اهل طوار هضمه كل اللي بيقول انت بيمشي عليه، انت يا فلان كذا، انت اكتب لنا نقاط نبي نضمنوها للاتفاق السياسي، دخلها بالقوه. احنا ليبيا شنو فيها؟ فيها توار وفيها غير توار، يا اما في صف التوار اما احنا نص الاتفاق السياسي مفروض لينا، احنا نص الاتفاق السياسي مفروض ليك انت، اللي في سرت تو اللي في بنغازي نص الاتفاق ليك انت، هيك الاتفاق مش بزوز انت الان قطعه ارض يتقاتلوا فيها زوز، انت تبي تصلح بيناتهم، معقوله تعطي لهذا وهذا تقول له لا؟ هذا مش ممثل الان، وين ممثليك انت حقيقه اللي في سرت؟ فقضية التسلق أنا نولي لقضية التسلق لأني نقرأ فيها نتعب منها والله. صحيح. بدون متسلقين دارونا وبيدرونا، ما تخليهمش أنت يتسلقوا، تو نتكلموا عليه مرة ثانية كانت قضية أدوات الصراع. 4 دقائق دكتور. 4 دقائق. فنقصد شوف أنا بنعطيك مثال، في فجر ليبيا لما صار في تقدم للتوار بدأ المكر بطريقة أخرى أو الحوار أو كذا، شوف لوين وصولا.
صرت لما فاجأوا الناس، أنا لذلك نظر فهمت لمن ليبيا بس، صرت لما التوار فاجأوا الناس ونشطوا نتاعوا الحوار، وبادي شغال الحوار، شغال الحوار تو الآن بيطلعون الحوار بيتمخض كذا، بيأخذوا الجهود هذه العسكرية كلها. واحد، أنت ما لم تواجه راه هنا الحوار هذا ما يبيش بندقية، يبي أنك أنت تحط مطالبك معقولة مقبولة يقبلها الليبيين وما فيهاش إجحاف وما فيهاش ضرر، وحقق مشروع هداي بوش والله أحدهم، أحد الحكام أحد رؤساء أمريكا أظنه هو بوش، قال أني لو كنت عراقي، لو كنت عراقي في زمن الاحتلال الأمريكي، قال لو كنت عراقي سأمسك بندقيتي وأقاتل. فأنت راه تفعل في شيء فطري، في شيء تقره جميع الشرائع السماوية والأرضية، القوانين كلها تقرها، أنك أنت الآن بدلت دم وبدلت ناس وبدلت أطراف وبدلت هذا من حقك تعيش كريم وفق الذي قتلت من أجله، وتطلب صوتك حالي. أنت قاتلت إرهاب، مش أنتوا عرفتوه هذا إرهاب وأنا أني نحيتها، تقول الآن من حقي نعيش كريم. صحيح. فهذه فرصة سانحة، ما لم يبلوروا مطالبهم في شيء مكتوب ويحددوا الشخصيات اللي مفروض تقوم على هذه المطالب، والله ضايعين لا محال راه. بعدين بالله ما عادش تكلمني يا أخي التائر، أنت الآن تقاتل مجاهد في سرت، تقول والله أنتم متسلقين والسياسيين ضيعتونا، أنت اللي ضيعت روحك بروحك، ما فيش حد ضيعك والله. ما فيش حد ضيعك، أنت الآن لما تقاتل وتسترجع حقك ما تسلمهاش لغيرك، أنت املي شروطك. القذافي يقول أنا درت ثورة بغض النظر عن، أنا درت ثورة ما يحاسبني حد. هيك قالها بالحرف الواحد، مرة والله قال مؤتمرات الشعبية هذه ورشة ما، قال قال أنا تعبت، هيك مش عارف جماعة أشاعوا شيء، قال أنا تعبت وديروا لي شن تبوا مني نين كون، واحد يقول نعطوه مرتب حياته كلها، واحد نديروه رئيس فخري، واحد يقول كذا، خش أنا لازلت أتذكر هذا وأراه يعني، خش في إحدى اللقاءات والله بالحرف الواحد نعوذ بالله وناقل الكفر ليس، قال ربي لما بيجيب مطر وبينزلها هني في حد يقول له لا، وربي لما بيدير كذا في حد يقول له لا، قال أنا الثورة هذه درتها هني ما يناقشني في أحد بكم ولا يكلمني شن بندير وشن ما نديرش. هذا منطق الواحد، فهذا المنطق انت التاير المفروض انت صاحب حق، انت صاحب حق، والا راه تقعد حياتك كلها تبدل في الدم وتزيد وتبدل في الدم وتزيد ومش حتصير منك شيء. طيب دكتور، لان الوقت خلاص بقي يعني الموضوع ياخذ حلقاته. طيب ان شاء الله، لكن كيف لعب الدور يعني مركز الابحاث دورا في تاشيش الصحة؟ هو اصلا الموضوع احنا نريد ان نعم زي ما قلنا الغربيون الحقيقه اجادوا الصراع، هذه يجب حقيقه نعترف بها، أجادوا الصراع ونحن تركنا الصراع، ظننا أننا نعيش في السلم العالمي والشرعية الدولية والأشياء، هم أحكموا الصراع، حتى أنهم هو أصل قضية تأسيس المراكز البحوث لعلها كانت تعرف بالاستشراق. الاستشراق هذا فكرته تعرفها أنت يعني، وذكرناها أكثر مرة. لما هزمت الروم، قداش مازال الوقت؟ دقيقة، دقيقة واحدة. أصل فكرة المراكز البحوث هي لما هزموا في القسطنطينية، محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية اللي هو اسطنبول، اجتمع قادة الروم كلهم في صعيد واحد، قالوا كيف بنديره تو؟ يعني مشكلة كبيرة ووصلونا لفي واحد، فخرجوا بفكرة الاستشراق. الاستشراق أنه يمشوا يدرسوا المسلمين داخلهم، يعرفوا مذاهبهم، يعرفوا العرب، شن علاقة العرب بالقبط قبط، شن علاقة العرب بالأمازيغ، شن شعور الأفريقي تجاه العربي، وبدأوا يفهموا في هالتركيبة هذه، ومن هناك ضربونا من مقاتل في هالقضية، ومنها تأسست من الاستشراق هذا تأسست مراكز البحوث التي تدرس، هذا باختصار مراكز البحوث التي تدرس الحالة. يعني الآن نبو احنا قرار في ليبيا، قرار سياسي في ليبيا، يأتي الباحثون في ليبيا الغربيون المؤسسات الغربية مراكز البحوث ويدرسوا ليبيا بالكامل، قبائلها تضاريسها، ولذلك ألفت كتب في ليبيا من الطليان حتى احنا ما ألفناهاش، في قبائلنا وأصولها مين ترجع والمناطق وأبعادها وأشياء كلها، عند ذلك يتخذ قرار. يقول لك راه يقول لك مثلا إذا حطيت حاكم من الزاوية ورشف أنا مش حترضى، هذو الغربيين يفهموا أكثر مننا نحن راه بجديات، في ناس تو الآن يمارسوا في العمل السياسي هذه الحاجات ما يفهموهاش، الغربيين يفهموا أكثر، يقول لك إذا حطيت حاكم من الأمازيغ العرب مش حيرضى، اللي في جنبهم زنتان ولا حاجة، هيك حاجات زي هذه يعني. مصراتة ورفلة الغرباوي والشرقاوي الحاجات هذه كلها مدروسة عندهم، فهم اللي بيتخذوا قرار يتخذوه بالشكل هذا. طيب دكتور، رجال الدين استخدمونا، رجال الدين يعرفوا الحركات الصوفية علاقتها بالوهابية والوهابية علاقتها بكذا، هيك استمالوا هؤلاء ودفعوا هؤلاء وهكذا يعني. هو كنا نريد نبين ما الذي اجتمع عليه تقرير راند، لكن الآن لا، هو سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي رحمة سباعي على ما تفضلت به، كما أشكر فريق البرنامج الذي أخرج هذه الحلقة على الهواء مباشرة، وأشكركم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.